جميلا ترى وجود جميلة. وداعا أمي. خالي كدت أن تحطم أنفي ما بك ألا ترى؟ آسف لم أقصد. لماذا لا تنهض مبكرا مثلي لتشم هواء عليلة؟ ذهبت للنبي لإحضار بعض الماء النقي. أراك بعد المدرسة. يشبهني عندما كنت صغيرا وخصوصا في النشاط. أختي جائع. أجل فقد تعبت. أليس هذا صندوق طعام ساعد؟ نسيه. هل أعمل في نقل طلبيات الطعام إلى الآخرين؟ تحمل يا شامل أنت خاله. هذا صفو. هاي هل تعرف ساعد؟ إنه يتدرب الآن. ماذا؟ ماذا يفعل ساعد يا ولد؟ خالي شامل. خالو ساعد عندنا. لماذا جاء إلى هنا؟ خالو ما الذي جاء به في هذا الوقت؟ ساعد هذا طعامك خذ. لما أنت هنا؟ أنا هنا لأنه هذا أنتي. وأنت المتهور. يا متهورة. ماذا؟ دراجتي تحطمت بسببك أنت. لأنك كنت تقودين الدراجة دون حذر. وأنت من أطرد طريقي فجأة. خالي. ساعد. خالك. أجل. معلمة. أعتذر. يا إلهي. لكن لماذا ساعد معاقب هكذا؟ تريد أن تعرف لماذا؟ نعم. الصغار أحيانا يقومون بأشياء ليست مقصودة ويجرحون مشاعر الآخرين، وعلينا نحن الكبار أن نعلمهم ونبين لهم أين الصواب وأين الخطأ. لقد بذلنا جهدا كبيرا في تنظيف المكان، وسائد قام بإيذاء صديقه، لقد قام بضربه، لهذا السبب قمت بمعاقبته. لكن هذه الضربة ليست خطيرة. ماذا قلت؟ كخمير نفط يحدث هذا الشيء عندما يلعب الأطفال بخشونة. ماذا؟ بخشونة؟ أنت مثلا عندما كنت تقودين الدراجة قمت بإيذائي وأنا أحمل مطرة الماء معي، لماذا لا تجيبين؟ هيا أجيبي. كيف تجرؤ على قول هذا الكلام؟ أنا لا أسمح لك. أنا لم أخطئ بحقك أبداً. لقد قلت ما حدث فعلاً. أيهما أخطر برأيك، إيذاء أحد ما بدراجة أم بكحلة عين؟ أولاً أنا لست معلمتك لأجيب على سؤالك. أنا لا أحتاج لمعلمة مثلك. جعلت من الحبة قبة، أمر لا يعقل. هذا يكفي. كفاكما جدالاً. أنا آسف، فالخطأ خطأي أنا. ساعد صديقي. ساعد توقف. وجهي. حتى لا يجرحوا مشاعر الآخرين نبين لهم أين الصواب وأين الخطأ. أعترف أنني أخطأت في تصرفي. ألا تعرف كم بذلنا من جهد لتنظيف المكان؟ كان يجب على المدير أن يرى هذا المكان.
أنسة إحسان، أنت هنا؟ أردت أن أعتذر، أرجوك سامحيني. اسكت. هل أنت بخير؟ لا، فأنا أشعر بدوار بسيط لأنني لم أنم جيدا هذه الأيام. أعدك بألا أزعجك، لن تريني في هذا المكان. أعرف بأنك ستنضم إلى فريق التايكواندو، اذهب لبيتك الآن وسنكمل غدا. ونحن أيضا. حقا؟ سوف نساعدك. إذا تعاوننا معا سننجز العمل. حسنا، هيا بنا. صباح الخير. كيف حالك؟ بخير، شكرا لك. لقد تأخرت. لقد وصلت. حضرة المدير، متأسفة لتأخري. هل نظفت المكان جيدا؟ كم طالبا انضم إليك حتى الآن؟ في الحقيقة، حضرة المدير، رأيت بنفسك، لم تقنع أي أحد. قلت بإمكانك أخذ موافقة عشرات طلاب. متأسفة لكنني بذلت كل جهدي. جيد، إذن علي أن أفكر أكثر. أعتقد بأنني رأيتها في مكان ما، ربما كانت نجمة رياضية. لدي معلمة متميزة. إذن هل شاهدت التلفاز البارحة؟ فريقنا للتايكواندو فاز في المرتبة الأولى، وأشعر بالأسف بالنسبة لفريقك. لن أقبل بتاتا، لن أسمح لك بأن تفوز علينا مرة ثانية. أدخل. طلبتني؟ إحسان، أعرف بأنك بذلت كل جهدك. وتذكري بأننا قد عقدنا اتفاقا معا. أذكر. لقد فهمت، عذرا، يجب أن أذهب. سأعطيك فرصة هذه المرة. لم أفهم. قررت السماح لك بتشكيل فريق التايكواندو رغم أنك فشلت في إقناع الطلبة. هل أنت جاد في ما قلت؟ طبعا أنا ناجات في قراراتي، أنا رجل. شكرا لك أيها المدير، شكرا، لن أنسى صنيعك هذا مدى العمر. لدي شرط. ما هو؟ عليك أن تفوزي على فريق الصقور، هذا هو شرطي أولا وأخيرا. هذا أمر مستحيل. آنستي، ماذا قال لك؟ لقد قال لي. لقد رفض. لقد تعبنا. حرام علي. لا يا أولاد. حسنا، لما تبكين إذن؟ تبكي لأنها حزينة. مديرنا ظالم. لا أبدا، قال بأنه يمكننا تشكيل الفريق. نقول نجحنا. وكل هذا بفضل مساعدتكم، شكرا لكم يا أولاد. أمر غريب، كنت تذرفين الدموع قبل قليل. طبعا، لأنني فتاة مرهفة الحس قليلا. لقد كنت أظنك قاسية القلب. الهدف من هذه الرياضة أن تصبح أقوى.
أقوياء البنية ويكون تركيزكم الذهني عاليا. يجب أن تفتخروا بأنكم تتعلمون هذه الرياضة. أوه، أنت وحدك، أين أصدقائك؟ لست بحاجة لهم. استمروا، هيا. يا إلهي، كيف سأقوم بتعليمهم؟ هذا مستحيل. أعزائي المشاهدين، حالة الجو لهذا اليوم، سنشهد مطرا غزيرا حتى وقت متأخر من الليل. يفضل أن تتوقف عن اللعب أو قمت برميها. خالي، هاتها. جونيت، هاتها وإلا سأدغدغك. جرب، هاتها. هيا، حسنا. لا تدغدغني، سأبكي. سننقل لكم المنافسة العالمية للتايكوندو من الملعب العالمي. اللاعبون بدأوا بالدخول. مدرستنا شكلت فريق تايكوندو وجميع الطلاب سينضمون إليها. لن أسمح لك بتعلم التايكوندو. لما لا؟ لما لا يمكنني يا أمي؟ أرجوك أخبريني. عليك أن تهتم بدراستك. أعرف لماذا، السبب هو أبي. تظنين أنني لا أعرف شيئا؟ أرجوك أن تهدأ يا ابن أختي. أمي، أنا لم أعد صغيرا. سائد. سائد؟ أين سائد؟ لم يأتي إلى المدرسة. هل تعرف لماذا لم يأتي؟ لا، وهذا شيء محير. أنت صديقه وتعرفه جيدا. في الأيام الماضية لا. حقا؟ الآلسة مشغولة، لذلك علينا أن نتمرن بأنفسنا. سوف أذهب إلى البيت. ولكن ماذا عن التمرين؟ سأتمرن في البيت. سأكل شيئا قبل التمرين، تعال معي. هي، عليك أن تكوني أكثر حذرا. من هذا؟ لم أرها من قبل. أنتم فريق التايكوندو؟ أجل، سأكون مدربتكم منذ الآن. لكن من أخبرك بأنك ستكونين المدربة؟ من أنت؟ اسمي هو ديما، وأنا منقولة من مدرسة الأمل الابتدائية. وهل أنت ماهرة فعلا في التايكوندو؟ مدرسة الأمل مشهورة بهذه الرياضة. يبدو لي بأنكم مبتدئون، بس ستعد تعليمكم. ارتاحي. ماذا؟ أنت لست عضوة في الفريق ونحن نقرر من سيكون المدرب. تبدين واثقة جدا، لما لا نقيم مباراة بيننا لنقرر؟ ما بك، هل أنت خائفة؟ المنافسة تشتد. مسكينة. لا أصدق، هل رأيت ضربتها؟ أرأيتم انهارت ميساء دون أن تضرب؟ عليكم أن تمدوا ذراعكم بقوة حتى تتمكنوا من أن تضربوا بقوة وبسرعة، مفهوم؟ هذا واضح؟ أنتم الثلاثة هناك. عليكم أن تنظفوا هنا قبل أن تذهبوا، اتفقنا؟ سمعا وطاعة. إذن نلتقي فيما بعد. إنها ظالمة، أظن أننا نخافها. بصراحة إنها قوية جدا. أين سائد؟ ماهر هنا لأنه يحترم الآنسة، لكن ماذا عنا نحن؟ إنه محق، سائد يعتقد بأننا خدعناه، لذلك فإنه لن يكلمنا. والآن يتلقى الأوامر من فتى، هذا لا يعقل. بدأت أندم على انضمامي لكم. خسرنا سائد. بصراحة أنا أفتقده كثيراً. لحظة، هل تعرفون أين سائد؟ لماذا؟ يجب أن أخبره بشيء. هي، عن أي شيء؟ الحقيقة نسيت. سوف نبلغه رسالتك. سائد.
كيا كيا سأتدرب وحدي كيا. أنا لا أصدق ما أرى، إنه يتمرن لوحده وسأنجح. هذا يعني بأنه لا يكره التايكوندو. عفوا، لماذا أردت رؤيتي؟ هل الأمر يتعلق بابن أختي فقط؟ طبعا سيد شامل، طلبتك لأحدثك عن سائد، أم أنك ظننت شيئا آخر؟ حسنا، تفضلي. هل تعرف لما والدة سائد تمنعه من تعلم التايكواندو؟ لا، لا أعرف. عليك أن تساعدني إذن. تمرين بضائقة مالية لا سمح الله؟ عليك بإقناع والدته. ماذا؟ هذا أمر صعب، سترفض هذا الأمر، لا يمكن أن أتحدث معها في هذا الموضوع، ليس خوفا. كلمة حق تقال، اهتمامك بسائد دليل على نجاحك. شكرا. لكنك جادة، خذ الأمر ببساطة. ظننت بأنه يمكنك أن تساعدني. لماذا أنت مهتمة بسائد؟ أنا أقدر لك شعورك هذا أكثر الله من أمثالك. هذا واجبي. ما هو السبب؟ أخبريني به. هناك سبب آخر يدفعني للاهتمام بسائد إذا أردت أن تعرفه. واضح أن سائد يحب هذه اللعبة مثلي عندما كنت صغيرة. صغيرة؟ طبعاً كنت صغيرة. أنت تسخر مني ثانية، سأعلمك الأدب. قدمي. أردت تنمية مهاراته العقلية. لئيمة. لما فعلت هذا؟ فلتخبرني ماذا تفعل هنا؟ هل تبحث عن شيء؟ ماذا أفعل هنا؟ أنا من يجب أن أسألك. حسن، أنا مدربة التايكواندو في فريق الصقور، وانتقلت من مدرسة الأمل المشهورة بهذه الرياضة. وانتقلت لمدرستنا؟ أعتقد أنك طالب في هذه المدرسة، فلتعذرني لأنني ظننتك لصا تبحث عن شيء تسرقه. أكره اللصوص. لست سارقا، السرقة حرام. أنت على حق وأنا أعرف هذا. مهلا. ماذا؟ سائد. أهلا. لقد كنت قاسية مع صديقي سائد. ماذا؟ صديقك؟ آسف لانضمامي لفريق التايكواندو. لا عليك، لا مشكلة. يكفي كلاما وهيا إلى التدريب. تجاوزت حدودك. هل ترغب بأن تجرب مهارتي في التايكواندو؟ ما رأيك؟ أنا جاهزة. أرجوكما لا تفعل هذا، نحن هنا للتدريب. مباراة عادلة. حسنا. ماذا يحدث هنا؟ هل تريدون القيام بالقتال ثانية؟ هذا ذنبي لأنني سمحت لكم بتشكيل فريق التايكواندو. معذرة أيها المدير، إنها مباراة. إذا كانت مباراة كما تقولين، يجب أن تتم وفقا لشروط معينة. قانون اللعبة لم يحدد مكانا معينا لها. أحيانا من الممكن أن تجرى في الهواء الطلق، لا ضرر أبدا. وماذا عن سي اللعبة؟ سائد لا يرتدي. إنه هنا. زيه كان في الداخل، لقد نسيه. تفضل. لي أنا؟ وحتى تكون مباراة رسمية سأقوم بمراقبة اللعبة. حسنا، هيا مستعد. لكنني لم أرغب بهذا. المدير بنفسه سيحضر المباراة، أمر غريب فعلا. هل أنت واثق أنك ستحضر المباراة؟ من أمرك بالتحدث؟ وما الذي قلت؟ ابدأ. أنت ماكرة، عليك أن تكون متيقظا حتى تفوز من البداية. حسنا. القاعدة الأولى، بادر. أنت لا تعرفين خصمك جيدا. حسنا، كوني مستعدة. يا
يبدو أن ديما خبيرة بينما سائد سريع ومتهور قليلا. سيخسر المباراة. نعم هذا صحيح. لا أصدق هذا. متأكدة لن يخسر لأن هذا يعتبر تمرينا، راقبوه. ماذا قلت؟ كيا كان هذا مجرد إحماء، فلنبدأ مباراتنا الحقيقية الآن. لا يمكنك أن تهزميني. سائد هل تسمعني؟ ماذا جرى؟ برأيي في المرة الماضية بذلت جهدا أفضل عندما واجهت ضرغام. كنت تشاهدين؟ ليس هي فقط، كذلك المدرب والمدير. يا للإحراج. أنت محرج، إذا لم تفز على ديما فإنها ستأخذ أمر قيادتنا، فماذا ستفعل حيال ذلك؟ ديما، كيف سأتغلب عليها؟ كيف؟ سائد يمكنك أن تنجح وأنا سوف أساعدك. أنسة إحسان، هناك شيء يجب أن أفعله قبل أن أبدأ. تستأذن من أمك؟ أبإمكاني الفوز على ديما وضرغام إذا تمرنت؟ هيا أخبريني. طبعاً وأنا سأعلمك. هذا رائع، ولكن يجب أن أخبرك بشيء هام. سأتمرن على التايكوندو فقط لأنني لا أحب الخسارة أبداً. سائد. ميساء. لقد اجتمع شبر أصدقائي ثانية. فعلاً الصديق والطبيب. عدنا سوياً. وأنا معكم. بالحب والتعاون والصداقة سوف ننجح. هالي، أتمنى لك التوفيق من كل قلبي.